بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد. عشر كوكيلة سلمانتا بيتها سدح تونك بشر رمضان كن أفر بقول لبي أفرتن أو كبير إن شاء الله تنك بشي أبريل لبدا كوني كوي لا تنك. شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب كيسا الكلم الطيب أذكارت إياد عيادة أها فصل كالطبنات حو أبابي فصل حو أسمي فصل في دخول المنزل وحو عيوان أغردي غي دعين كالا أغرستو مركة قرية لقلاية فيما يقال عند دخول المنزل قرية مركة لقلاية محل آخر عدو حان كسوا بحني إير كار قرية مركة لقلاية أن بلا آخر نو. شيخ الإسلام حوليه قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. خرجه مسلم. جابر بن عبد الله رضي الله عنه رأى هذا النبي عليه الصلاة والسلام كلك وقلي قرقيسا وحو أخرين جري أذكارتا سوى كم قال النبي عليه الصلاة والسلام النبي قرقي مركو قلي حوليه جري الله حس جري حسك إله ما شان والي إطلاقي كوا كلام الله إيمان دونان وحال رواقفك قرقيسا مركو قلي إله إنو حسو هدي هو أذكار أقرسنا إيه هدي قرآن سوى أقرنا إيه مدك دون طغان نقطي لأنه ذكر إلهي هل كان مطلق ويان سياد رادد قفك قولي سمركو قلعي سوغو وحيابك لك الله إنانو قرين أي حديث كان نوشيغي وأنا حديث إمام مسلم رضي الله عنه وأرضاه وايو شيدانكو مروى البابا وحاو الفيس وجرى قفك سيدو أباديان لها قارحان داتك مسلمين تمؤمنين تا قفك مركا وقولي سقلعي هادي والله حسو قولي قل كيسو شيدانكو وحو كليا شيادينتي كالي عاو ميل آد سيحتان أما آب باريدان أما هوي إذين أهمجر وايو قفكان لهو يل لهين وان لقيب سل لهين وحا او سميي اللحص قفكا هدي آنو اللحصين مركو قولي ساقلايو شيدانك ايا لقلايو سوى شيدانك شيادينتا كالي كله عاو وحا هشين ميل هويت أما أصيحتان وحاك الرب قفك إنو الله حسو جل وعلا عند طعامه مركا أو عنتينيو ولذلك وانو إمان دونتا عنتادو مركا لعونيو انتا لعنتين كهر وحال آخرين أيو مركا لعنادر لما يوحال لسمين دون وحال الرب قفك إنو إلهي جل وعلا أو حسو عند طعامه مركا أنا شيدانك أو دفيسك وجري وحا أستقوى الله الله يشاء الدين تكالا وحا أوليهي عاوة عشا لآنا ويجرتا عنتا لآنا ويجرتا صوتوه قفكا ربنا إنان الله عشانه وحاوي على حسبه اللي يميت هدي قفكا أدونكا قولي سمركو قالو أستقوى عنتا ربا إنو عونو أو آنو الله حسين شايدان كيشاء الدين تكالا سوى الله الله يوحا أوليهي عاوة عشانا هلنا ميلان سحنانا هلنا sida daraadeed qofka muslimka ah waxa laga rabaa inuu daaiman wa abadan iska ilaaliyo shayaadinta dhufayska ugu jiro ilaahana ka ilaalin karo ilaahi maadaama uu yahay qofka ka ilaalinaya adnu xal rabaa in ilaahi subhanahu wa ta'ala baridid magan gashid qofka gurigiisa markuu galay waxa kale oo rabaa inuu salaamo oo guriga aanu iska galin sida daraadeed guriga ama hal degnaado ama yaan la degnaan xadiiska muwatta imaam malik وحاويان قفك قرقيس إنو سلامة مركو قلايو وانا مهم جدا وحاكرا الإسكربا وحاويان قفك إنو عرب كيسو إيا قلبي كيسو أوبرو وكوع العليو
إلى مركز دمبه نورمال أو نقطه أذكارته وهي ضد بدن أذكارته السكنة كعقادر ميس لكن ضد بدن علاس بيكوتها في إنه إلهي سبحانه وتعالى وحسه سياد رادي لما أنت نحن نرى إنه إله حسنه شاهدين تسامو الشيقة والفيس بينه وجران سياد رادي إلهي نقول الشيقة إن سورة الإسراء وشيدان كو ربو إنه ضدك كوباديه وحو البصر تقلعه أدي عطهاي أدي سعطة عيد ميس اللوكتة عيد ميس الدبابات كي وحلا ميت كعابة سيدا درادة وحو جعليا إنو لو داقو دادك هانتي دود إي أولاد دودو بل وحان صومرني سند كوري إن شياطين تا قاركود إي دادك قاركود لو داقان إسكادا في قوريقا إي لسيحانا يعني عن تعونيست إي لعونا يعني حتى ريره هو دمركي نولاش لو داقا يعني سيدا درادة قفك مسلم كوحال ربا إنو aad iyo aad isku ilaaliyo waxaana ku ilaalin karo Alla oo xuskiisa badisid adkaartiisana la timaadid marka xadiidkaasi waxaan ka qaadanayna waxa weeyaan xuska Ilaahay Jalla wa Ala waxa weeyaan shayaadinta ay ka burnayaan xadiidka ku xiga ee guriga marka la galay عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا كتب قاركود نحاكو قرن وعلى الله ربنا توكلنا لكن وعلى الله توكلنا أيا أن هذا القرآن ثم ليسلم على أهله أخرجه أبو داود حديث كان مالك الأشعري أبي مالك الأشعري وحولي هاي مالك الأشعري أبي مالك الأشعري ويان نعم قال وحولي هاي رسول صلى الله عليه وسلم إذا ولج بمعنى إذا دخل الرجل بيته فليقول قفك كركو قولي سجل يا هاي رادو اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج ربي يوحنك ويدي سنة قليتان وناسا إبحتان وناسا مركان يرى بسم الله ارجع بسم الله رأس الشيخ محاوية الله وين عسكنا يا ويان إنه قف كده بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا إلهي مجع عيسى نجع عسكنا إنه كالمنا إنه ونوي هاي أيانا جورجا كجلينا كجنا بحينا ربي يجنا أنا وطلع صارنا إنه كدي من غير كيسة سلامه حديث كان أبو داود أيا وريي من طريق إسماعيل ابن عياش إسماعيل بن عياش نوحاويان نحولي حدثني الضمضمة عن شريح عن أبي مالك شريح أبي مالك ما أركم يسمى أركم ولا سكوهستا شيخ الألباني سلسلة أحاديث صحيحة وكو صحيحة لي لكن مركز سلسلة أحاديث الضعيفة أي كو ضعيفي سيدة أو شيغي ولذلك حديث كان سيدة سحضة علماء واحد بضن بضن ويكهلين وحركسا هذا مثلا وكلا خير الله سيو فك الله أسر الشيخ ناصر العلواني وكلا وكالي حديث كان مركو حاويان علماء قارن ويت تحسينيان قارن ويت ضعيفيان والعلم عند الله نعم علماء قارح الآن سناد صحيح لكن مقطع الكجر ماشان واني إذن شاقي صحابي إيو ننك اللي رأدو شرح أنا أحس كوريين ما سقنا سيدة راد الحديث كسند كيسو ضعيف سلسلة الحديث ضعيف الشيخ الألباني مركز دمو كو ضعيف أين ألو تصحيح حتى كلمة طيب شاقة لكن سلسلة الحديث صحيح أبو كو تصحيح لكن حديث كو ضعيف آخر كان حول شاقي ضعيف يا حديث نعم حديث كو حيقة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد وإذا خرج قال اللهم صل على بسم الله اللهم صل على محمد حديث كان أنس ابن مالك ورنايه وحاوليه نبي صلى الله عليه وسلم وحاوها قلقي سمركو كبحا يمدير هذا بسم الله اللهم صل على محمد مركو سوق لينا حوليجر بسم الله
اللهم صل على محمد. سيدا دراد حديث كان السجن وحويان حديث السجن لفتيسا العلماء سكويستان، لكن شواهد أي قرب سينايو. سيدا دراد حديث كان وحسن، حديث كان وحسن والعلم عند الله. قفكو على ربا برقس مركو سوق قرأي وحنك وضع مساجد كمركو قرأيو إنه إله سبحانه وتعالى مري عيسى عسكضو كدبنا النبي قصليو كتبت قاركود وحي أبا في حديث كان دخول المسجد والخروج منه. حديث كان حديث تكالي مساجد كالقليتان كيسا يكا بحيتان كيسا. حديث كان شيخ الإسلام ابن تيمية نسخة أصل كأه وحاكو قرن يذكر عن أنس، أنا أعلم حيو قرن عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ومن سيغ وحكمتها من صيغة تمريضة كمتها هاي قاف كحديث ضعيف كالوش أي كمتها هاي سكستا آتو نبي عليه الصلاة والسلام إن لو وصل ياي مساعدك مركا لقلا أحاديث كلا شاكتي مركا حديث كان طرق كالولاية هاي سيدة درادة سيد ابن حجر إركا لأشياء وحديث حسنة مساعدك مركا لقلا يو مساعدك وقتي هنا وحكم دي هاي بل وحوية هاي وماشو إلهي وجع لي هاي مالو إلهي وجع لي هاي وقتي هنا لك أحب البقاع إلى الله وحاويان المساجد إلهي مالو وجع لي هاي لك ومساجد ده مالو أقول نعب يهينا وحاويان سقيضة سيادة رادي قفكم لكم مساعدك سوق قليو وحال ربا إساقو إلهي سبحانه وتعالى درتي أسوق قليو إنو إلهي جل وعلا ويديستو قرب كيسا إيو كالمديسا وحي قيرات أهنا إلهي إنو أفر وانو إمان دون تأحاديث تكالي مركا النبي إن القصة لينا عليه الصلاة والسلام مركا مساعدة لسوق قليو وبنان تهي أحاديث كلانا الشاكتي سيادة رادي الحديث كاسوا حديث حسن أو لو عمل فلاي حديث كحية وعن أبي حميد أو أبي أسيد لبضبا أبي حميد يا أبي أسيد نعم نعم وعن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. حديث كان إمام مسلم غير كذا صاري نبي صلى الله عليه وسلم وحويري متكين هدي ومساجد كالقريو هسلامه نبي عليه الصلاة والسلام صلاة أنت يصليكو إن لك الرئيبين علماء قاركوز حير آدم وكراهية سيدا إمام النبوي شرح صحيح مسلم كمركو شرح ويرادو لكن حاويان إن كراهية وحكم من أحكام الشريعة كم تحب أنت الدليل علماء قاركوز يرادان مرقفكم مركو مسايدك قال نبي السلام عليه الصلاة والسلام هنا يرادو اللهم افتح لي أبواب رحمتك إلهي وحا إيفر تا الباب دا نحاريس تا دا الباب دا إيفر ومسادك سوق ليسا مسادك وعمل نحاريس قلبي قد جي وحارب تا إنه إلهي سبحانه وتعالى كوفره كل كم مسادك اللي قبح حينا قفك الدنيسي سقار كي الدنيا دا يا لغي أبا إنه قبحه إيو الدنيسي الدين تبا وحا لغي أبا مركاسي سون يدك هايو أيا وحا لغي ربا إنه يراده اللهم إني أسألك من فضلك إلهي وحا نكو يدي سنة فضلك هاي حديث سهر وشيك وصحيح الإمام مسلم سوري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم خرجه أبو داود. حديث كان نبي عليه الصلاة والسلام وحاوي لقفكم مركم مساعدك قال يا هاي راده أعوذ بالله العظيم الله وين أيان كالمي سنة يا وإيقان كعو سنة إنو إيقان مغان قليو وبوجهه الكريم وجهي سشرفت كرمك يقيمها له أيان عسكنا يا وحاويان إن كنت وصولا يا وإنو إيقان مغان قليو وبسلطانه القديم أوديس هوري أجرته حدنا جرته جرين الدونتا
ayaan ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu iga badbaadiyo iga maangeliyo min ashayaan rajiim shaydaanka la fogeeyey. faidaa qaala dalika, qofka intaa hadduu yidhaahdo, qaala ashayaanu shaydaanka wuxuu leeyahay, xufida minii saa'ir alyawm, ninkani ama qofka kani intaan ku dhawaaqay waa laga ilaaliyey maalinta inta ka hartay. xadiidkan ishkaal dadka qaarkood ee keenana jirto oo ah wabisulطaanihi اlqadiim, ilaahay jala wacaala horta hore kow in lagu tawasulaa sifaadkiisa iyo asmaadiisa waa banaanta, waxaa ka mid ah biwajhi اlkariim iyo wabisulطaanihi اlqadiim. Alqadiim macnaheedu maahan ilaahay awood hore bis inuu lahaa, haddana waa leeyahay waana lahaan doonaa. waxay u dhigantaa, waxay la mid ahaan ka wadaa sida ducada la akhristo istikhaarada kale, qofka markuu leeyahy allahuma in kunta taclam, ilaahay dee horu waa u oga, waana ogyahay waxaa sheegaysana waa ogyahay, bal allaamu lquyuub keliya ma ahne, waxaa weeyaan alla wuxuu ogyahay waxa sirta ah iyo waxa la qariyey. waxa sirta waa wax laba qof isku siraystaan, waxa qofka u qariyana wax naftiisa xataa u sheegta bis naftiisi maan cid kale aysan ogeyn, ilaahay ogyahay, waxaa weeyaan caliimun bidaati suduur rabbi jala wacalaa. sidaa daraaddeed ilaahay jala wacaala awooddiisa way jirtaa, way jiri jirtay, wayna jiri doontaa. qofka marka intaa hadduu yidhaahdo uu ilaahay ka maangalo shaydaankii la fogeeyey, shaydaankii laftigiisa waxa uu leeyahay xufida minii saa'ir alyawm, ilaahay subxaana wa tacaala iga ilaaliye maalinta inta ka hartay qofkani. xadiidkan abu daawuud waa soo saaray lafdigan, abu cawaanan waa soo saaray fii saxiixihi. sidaa daraaddeed xadiidkuna waxa weeyaan waa xasan, bal culimmada qaarkoodna way tasxiixiyeen sida sheekh naasir albani raxmat ullaahi calayhi. ayib, xadiidka ku-xiga iyo ambaab ku-xiga intaynan gelin ka hor, meel waxaa jirto ishkaal ka imaan karo dadka qaarkood laftigooda yidhahdaan culimmada shuraaxdana ay sheegaan, nebiga sal allahu calayhi wasalam guriga markuu soo galaya ilaahu magansanaya, haddaba horaan usoo sheegnay guriga markuu galaya wuxuu leeyay bismillah tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ilaa billah. markuu guriga ka baxay sidoo kale, markuu guriga ka baxay wuxuu leeyay bismillah tawakaltu cala walaa xawla walaa quwata ilaa billah. markuu soo galaya haddana sidoo kale ilaah subxana wataala xusaya, masaajidka markuu galaya allah xusaya, ilaahu weydiisanaya qaarka waa ilaahay subxaana watacaala nebigiisa waa ognahay dembigiisii hore kiisi dambe waa la dhaafay, haddana ilaahay subxaana watacaala uu ka maangalaya shaydaan. sida halkan xataa ku qoran qofka nebiga dadka wuxuu baraya waxaa weeyaan qofka masaajid markuu galay inuu yidhaha acuudu billahi alcadiim wa biwajhi lkariim, acuudu billahi alcadiim wa biwajhi lkariim wa bisulطaani alqadiim min ashayaan rajiim. nebiga dembigiisi hore kiisi dambe waa la dhaafay, shaydaanka uu ka maangalayana maxay tahay? ila isaga shaydaan ma baadiyanaye. culimmadu waxay sheegaan shuraaxda laba jawaab. jawaabta koowaad waxaa weeyaan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummaddiisu baraya litacliim, tacliim ahaan ay u barayaan, saa daraaddeed waa weji ay culimmada uga jawaabeen qaabkaas qaab inay tahay. midda labaadna waxaa weya nabi maxamed sal allahu calayhi wasalam wax walba wuxuu rabaa inuu siyaasado, culimmadana qaaraa sidaa yidhi walcilmu cinda allah, tan labaadaana saxsan, ilaahay waxaan ka baryna subxaana watacaala shaydaan inuu naga ilaaliyo meel kasta aan joogno, xilli kasta aan joogno. shaydaanku waa cadow ilaahay hortiisuna ka sheegay inuu in badan uu dadka baadiyanayo, waana u rumowday inuu in badan dadka baadiyayo ilaa in yar mooyaane. ilaahay subxaana watacaala intaa yar oo shaydaanka uusan baadiyanaynin ilaahay ha nagu daro. cashirka cashirka ku-xiga wuxuu noqon doonaa aadaanka oo aan insha allah markaasna si fiican u sharxi doona haddii ilaah raal ka dhigo, waana wiiga soo socda, xadda soo socota. ilaah waxaan ka baryna jala wacala ramadaanka soonka ilaahay inuu dadka muslimiinta iyo dadka soomana dhan oon ka midnaha ilaahayna inuu naga aqbalo, dadka loogu dambi dhaafana ilaahay subxaanahu watacaala inuu nagu daro, habeen walba ilaahay dadka naarta ka xoreeya ilaahay dadka naarta ka xoreeya nagu daro, inta xanuunsan ee isbitaalada jiifta ama koronaha u xanuunsadaan ama qaab kale u xanuunsadaane, inta la garanay intaan la garanayn ilaahay waxaan ka baryna caafimaad inuu siiyo dadka muslimiinta ah, inta dhibaateysan ee ubadkoodu xabsiyada iyo meelaha kale aan wanaagsanayn joogana ilaahay ka soo hadiyeeyo, kuwa xabsiga ku jirana ilaahay ka soo saaro, inta wanaagsanna ilaahay subxaanahu watacaala ha ku sugo, inta dhimatana ilaahay waxaan ka baryna subxaanahu watacaala inuu jannat firdows u geeyo, una naxariisto, qabrigana u waasiciyo, xanuunyadan aadka u tiro badan ee kalena nooca uu koronaha ugu horreeyana ilaahay ummadda ha ka qaado. ilaahay subxaanahu watacaala dadka imtixaanaadka ku baasa ilaahay nagu daro, qof walbaba meelbaa imtixaanka haystaa ilaahay imtixaanka dadka ku baasa allah nagu daro. aad iyo aad waxaan jeclahay inaan ku celcelino qof walba ogaa walaalka muslimka u ducaysid adiga unbaax kuu taraysaaye intaysan isaga wax u tarin ka hor.
سيدو نبينا تلمام عليه الصلاة والسلام مركا وقفك مسلم كا ولا لدي أودعي خاصة حدو حالي يابا ملاقى قاركود أفر إني أطهي ملاقى قاركود نئير كور لغا أفري إن دادك هل كان جيوغ نروي إي ملاقى لميت كأهنا حوغا إي ودي ميهين سيدا دراد داد إلهي وحن كبرنا سبحانه وتعالى صون كان إلهي دادك وقود دم الدافو جركو دو عذابك إلهي إلهي نون قدرو انت اللي متي علمدي والدين تيني اهانا الهي سبحانه وتعالى قبرك هو واسعيو الهنا جنة فردوس حقيو الهنا انا نم باضي قدا شودا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.